الذئب الصغير. أحتاج إلى أخذ استراحة. أسدلي معروفا، التقطوا جهاز التحكم وأوقفوا البرنامج للحظة. شكرا. على الأرجح أنتم تتساءلون عن سبب الفوضى. حسنا، بدأ كل ذلك حين كنا في نزهة عند البحيرة. كانت نزهة جميلة جدا، جون، ليز، الكلب وأنا، وكان الطعام شهيا جدا أيضا. عبرت عن ذلك عندما قلت: لقد شبعت. شبعت لدرجة لم يعد باستطاعتي تناول قدمة إضافية. وللتحلية أحضرت معي فطيرة جبن مع فراولة. ربما قدمة إضافية واحدة. غارفيلد، أو اثنتان أو ثمانون. غارفيلد، فطيرة الجبن هذه هي من أجلنا جميعا، وسنتناولها لاحقا. سأذهب مع ليز في نزهة حول البحيرة. لا تأكل الفطيرة أثناء غيابنا، إنني أحذرك. وهنا يقوم جون بتهديده السخيف المعتاد. إن فعلت ذلك ستسير 20 ميلا لكي ترجع إلى المنزل. لم يكن هذا سيئاً أبداً. هيا جون، أحتاج إلى تمديد ساقي. ما هي الاحتمالات برأيك أن تبقى الفطيرة في مكانها عندما نعود؟ أوه، ستكون في مكانها. على الأرجح ستكون في بطن غارفيلد، ولكنها ستكون موجودة. سررت لأنهما ذهبا في نزهة. لا يوجد الآن ما يمنعني من أخذ قيلولتي. لا شيء تقريبا. أنا لا أريد اللعب، أودي. أو حسنا، سنلعب. فلنلعب اذهب واحضرها. ألا تعرف لعبة اذهب واحضرها؟ حسنا، سأعلمك إياها. اذهب واحضرها. إنها لعبتي المفضلة. لو وضعوها على التلفاز كانوا سيجنون ثروة. تبدو فطيرة الجبن شهية للغاية. لا أريد أن أمشي إلى المنزل. أنا أريد أن أرتاح. مع أن المسافة 20 ميلا فقط. بأي حال، بينما كنت أفكر بهذه المعضلة كان أودي يبحث عن عظمته. أنا لم أكن موجودا، لكنني اكتشفت ذلك لاحقا. بحث عنها في كل مكان، في الغابة وخلف الصخور. لم يكن لها أي أثر. كان على وشك أن يستسلم ويوقف اللعب. كان ذئبا صغيرا يبلغ من العمر 10 أسابيع فقط. اعتقد أودي أن الذئب كان ظريفا جدا، لكنه لم يكن ليسمح له بالحصول على عظمته. لم ينوي ذلك حتى أدرك كم كان الذئب جائعا. اختبر أودي بهجة تقاسم الطعام مع فرد آخر. علي أن أجرب ذلك. ربما ليس في هذه الألفية. اكتشف أودي بعدها بأنه لم يكن هناك الكثير من الغذاء في تلك العظمة القديمة، فالذئب الصغير ما زال جائعا. تساءل أين يمكنه إيجاد الطعام؟ أين يمكنه إيجاد الطعام؟ كان هناك جواب واحد. أحضر أودي الذئب الصغير إلى منطقة نزهتنا، حيث كنت في موطني المعتاد، أرض الأحلام.
يقوم أودي عادة بأعمال التسلل، لكنني أظن أن وجوده قربي كل تلك السنوات قد أثر عليه. في هذه الأثناء كان جون وليز يتنزهان. لن تعود بينما لا يزال هناك احتمال بوجود قطعة صغيرة من الفطيرة؟ أتعلمين؟ أحياناً كثيرة لا أثق بشكل كاف بغارفيلد. إنه قط مميز جداً. راقبي ذلك، أراهنك بأن فطيرة الجبن لا تزال في مكانها. كان جون مخطئاً، فالفطيرة قد أكلت، لكنني لم أقم بذلك. هذا جيد، لأنني لن أنتظر للحصول على قطعة من الفطيرة. لم يكن أودي قلقاً بما سيفعلون به، وإنما كان قلقاً بشأن الذئب الصغير. أعطني قطعة صغيرة من فطيرة الجبن ليز، فأنا... ستكون قطعة صغيرة بحجم كسرة الخبز. كيف أمكنك ذلك؟ كيف تناولت فطيرة الجبن بأكملها بينما كنا نقوم بنزهتنا؟ أنا لم أتناول فطيرة الجبن. أعدك بشرفي بأنني لم أتناول قطمة من فطيرة الجبن تلك. هل أكلت فطيرة الجبن؟ لا، هذا غريب، لم أفعل. أنت تكذب غارفيلد؟ إن لم تكن أنت الفاعل، من إذن؟ أودي لن يقوم بأمر بغيض كهذا. لن ترغمه على الرجوع مشياً إلى المنزل؟ لا، ولكن سيعاقب. سأجد عقاباً مناسباً حالما نصل إلى المنزل. هاي، يبدو أننا لم نأكل كل الطعام. كيف حصل ذلك؟ وطبنا أغراضنا وتوجهنا إلى المدينة، وعندها وصلت أم الذئب الصغير. يبدو أنها اشتمتت. كانت مصممة على استرجاع طفلها بغض النظر عن المسافة التي ستقطعها. كنت غاضباً طوال طريق العودة، فأنا بريء ولم ألمس أبداً فطيرة الجبن. إنها أول مرة لا آكل فيها الطعام وها أنا أعاقب. أوصل جون ليز إلى منزلها، ثم توجهنا إلى منزلنا. سآتي بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية. كان هناك أحد آخر متجه إلى منزلنا أيضاً. وطبعاً ما زال جون غاضباً مني. ولكن كيف أمكنك ذلك؟ لم أفعل. لم يرد أودي أن يعاني المشاكل بسبب إعطائه فطيرة الجبن إلى الذئب أو من أن يضع أحدهم صديقه في حديقة الحيوانات. كيف أمكنك ذلك؟ وبغفلة منا أخرج الذئب الصغير إلى الخارج. طلب أودي من الذئب الصغير البقاء في الجراج وهو سيحضر الطعام له. كان على الأرجح سيأخذ فطيرة جبن أخرى وسألام أنا على ذلك. وكان هذا الوقت الذي وصلت فيه زائرته، في الوقت نفسه الذي ظننت أن جون سامحني على حادثة الفطيرة. العشاء جاهز غارفيلد. حسناً، حان الوقت. ربما أدرك جون أخيراً بأنني بريء، على الأقل من هذا. سوف أحصل الآن على شريحة لحم البقر والبطاطس المشوية مع الجزر والفطر والخبز الشهي. أما أنت فستحصل على طعام القطط، تفضل. هذا ليس عدلاً، فأنا أعاقب على تناول فطيرة جبن بأكملها في الوقت الذي لم أتناول فيه أي فطيرة. اسمع، هذا هو طعامك لباقي الشهر. أوه، أراهن بأن أودي سيستمتع بقطعة اللحم اللذيذة هذه. أودي، طعامك جاهز. إنه يقوم بذلك ليعذبني وأنا أتعذب. تعال يا أودي، استمتع بشريحة اللحم. لم أفعل.
الكلمة التي تبحث عنها هي ذئب. ماذا سنفعل الآن يا جارفيلد؟ ما علينا فعله واضح جداً. لنهرب. وهكذا انتهى بنا الأمر ونحن ملاحقون من قبل ذئب متوحش. هل فهمتم الآن؟ لا 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 لا, لا تلغوا إيقاف الفيديو. فات الأوان. يبدو أنها النهاية يا جارفيلد. هل أنت نادم على شيء؟ أجل، نادم لأنني لم أتناول الفطيرة. اتفقت مع جمعية الرفق بالحيوان من أجل إعادتهما إلى الغابة. شكراً يا ليز. بالمناسبة، لقد تفحصت الثعلب الصغير. كان يوجد بعض الفراولة من فطيرة الجبن على فراء حول فمه. أتقصدين بأنه ليس جارفيلد؟ إن كنت لا أستطيع الكلام لا يعني أنه لا يمكنك الاستماع إلي. هيا يا جارفيلد، أنا مدين لك بوجبة جيدة أعبر فيها عن اعتذاري. أفكر بحوالي 10 وجبات من اللازانيا. اجعلها 11. حفار العظم. سأعود بعد قليل. جارفيلد، لا تأكل كل الأضلع في غيابي. لا تأكل كل الأضلع في غيابي. أيعتقد أنني سأكلها كلها في غيابه؟ ماذا أفعل الآن؟ أظنني سأكلها كلها في غيابه. رائع. هذا أنت؟ هل أنت جائع؟ حسناً، سأعطيك الجزء الذي لا أكله. هذه أفضل ميزة للكلاب، ترضى بالطعام المتبقي عن الآخرين. عظمة، عظمة لذيذة. أودي، انظر إلى الطائر يسخر منك. عظمة أخرى؟ كيف أنهيت الأولى؟ لا، أنا لن أعطيك عظمة أخرى. إن أردت واحدة اذهب وجد عظمة ثمرتها في البستان منذ سنوات. أفضل
أفضل جزء في أكل الأضلع؟ لعق المخالب. وجدت عظمة كبيرة؟ هذا جيد، لا تزعجني. إنها أكبر عظمة رأيتها. أنا أكرر، لا تزعجني. حسناً، سأنظر إليها. ليتها كانت مع لحم. أودي، أتعرف ما هذا؟ إنها ليست عظمة عادية. تعال، هذه عظمة ديناصور تساوي أموالاً كثيرة. هذا موقع ويب لمتحف المدينة التاريخي، انظر. نفتخر بالمتحف بالهيكل العظمي للديناصورات. حددنا موقع هذا الديناصور حديثاً. إنه تيرانوسورس ريكس من العصر الطباشيري. يساوي الهيكل أكثر من ربع مليون دولار. ربع مليون دولار؟ أودي أنا فري، هل تعرف كم لازانيا تشتري بربع مليون دولار؟ إنها كافية لإطعامي. سأخذ العظمة إلى المتحف وأعثر على السيدة. اذهب أنت واحفر بقية الهيكل. عثرنا على هذا الهيكل في حديقة أحدهم في الجانب الغربي. علينا الحصول على إذن محكمة لإخلاء سكان المنزل وهدمه، لكن فعلنا ذلك باسم العلم. أودي، عد إلى العمل. احفر هذا الهيكل إلى حين عودتي. برونتوسوروس المعروف بأباتوسوروس عاش منذ 150 مليون سنة ويزن 23 طناً مترياً، أي أكثر من وزني بعد أن أتناول عشاءً إيطالياً. سأبحث عن السيدة التي ستدفع لي ثروة لقاء العظام. أيها الهر، أنت في مأزق. أولاً أسقط العظمة أرضاً، هذه ملك للمتحف. لا 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 لا، أحضرتها معي، سوف تجعلني ثرياً. لا، لقد علقت. ما من مخرج هنا. حسناً، حشرته في مكان تيرانوسورس ريكس وهو يعجز عن الهروب. النجدة، أخرجوني من هنا. تهانينا، أصبحت غرضاً معروضاً. أنت أول حارس يبتلعه تيرانوسوروس. النجدة، مايرون، سرق هيرون عظمة ويتجه للممر 11. أين السيدة التي تدفع المال لقاء عظم الديناصور؟ حاضراً أيها الهر، لا يمكنك الرحيل وأخذ عظام الديناصور. أحضرت هذه معي، وجدها أودي في البستان. لقد تعرفت عليك، تعيش مع أربكل في بنايتي، صحيح؟ ما المشكلة مايرون؟ ما من مشكلة سيدة بروبيكر، حاول الهر سرقة عظمة الديناصور. لم أتعرف إلى العظمة في الأغراض المعروضة، إنها من براكيوسوريس. براكيو ماذا؟ إنه من الديناصورات النادرة، وهو ليس في مجموعتنا،
هل عثرت عليها في مسكنك؟ سأأخذ المال على ورق نقود بالمئات. سنحصل على إذن حفر للعثور على كل عظمة في المنزل. سنحصل على الإذن لهدم أي مبنى. لهدمه؟ أتقصدين أنك ستهدمين منزل أربكل؟ العلم أهم من حياة أي إنسان. منزلنا؟ لن أسمح لك. لا، لقد هرب الهر. أترك، تعرف مسكنه. هيا بنا. مايرون، مايرون، أتسمعني؟ هل يأتي أحد ويخرجني من هنا؟ هل من أحد؟ أي شخص؟ سأتخلص من العظام وإلا سيهدمون منزلنا. أودي، لقد حفرت ديناصورا كاملا. نفذت أمري صديقي، وهذا رائع. أسدي لي خدمة من أجلي لو سمحت. أدمرها مجددا. لا، لا وقت لدينا. هذا سيء. كان علي إعطاؤك العظمة الثانية عوض إرسالك إلى هنا لتحفر. ألم تستمتع بالعظمة الأولى؟ سبق وأعطيتك إياها. ماذا؟ سرق هيركليس؟ ذاك الشيواوا الصغير في الجوار؟ قد يكون هذا مناسبا تماما. نعم. أي، كيف الحال سيد هيركليس؟ إن أتيت لاسترجاع العظمة لن أعطيك إياها، لقد سرقتها بالعدل. لا لا، احتفظ بها. لا يأبه أودي للعظام الصغيرة بعد الآن. إنها ليست صغيرة أبدا، بل إنها كبيرة. أتعتقد ذلك؟ تعال انظر إلى العظام التي حفرها أودي في منزلنا. أوه. احتفظ بالعظام الصغيرة، من يحتاج إليها؟ حسناً، سأتنزه مع أودي. آمل ألا يسرق أحد عظامه الجديدة في غيابي. أيعقل ذلك؟ إنه أمر فعلي. إنها أكبر عظام جميلة. لا أبه لعدد الجولات، ستكون كلها لي. مهلاً، مهلاً، وصلت إلى المنزل للتو. ماذا تريدون أن تفعلوا؟ هذا ما سنفعله. أعلن منزلك موقعاً ذا فائدة علمية. سنهدم المنزل للعثور على عظام الديناصور. قلت عظام الديناصور؟ لكن لا وجود لها هنا على الإطلاق. بلى، هرك يملك أحداها. أتريدين رؤية مكان العظام؟ أنتبعك أيها الهر؟ ها هي عظام الديناصور سيدتي. يا للعجب، هذه عظام براكيوسوروس. انسى منزل السيد أربكل، لنهدم هذا المنزل ونحفر. لا أعرف كيف نجحت غارفيلد. أنا أيضاً لا أعرف جون. هيا أيها الجرو، لنعود إلى المنزل ونرى إن بقيت أي أضلع. يمكنك أخذ العظمة وأنا سآكل اللحم في الخارج.
أزمة المستكلب. مرحبا أودي، أنا مشغول حاليا، إنني أحضر الآن اللازانيا المزدوجة بثلاثة أنواع جبنة واللحم لعيد ليز. هيا لا تقف عند قدمي، سأعطيك عظمة لك. حسناً، لنأخذها. العظمة يجب أن تكون أفضل من البارحة وإلا. غداً أحضر المزيد من بسكويت الكلاب الذي أحبه. أكاد أنتهي. ضمن أخبار أخرى، سيحدث اصطفاف نادر للقوى الكونية. البروفيسور هارلو هورن فرانز يشرح لنا. أعرف هذه الرائحة، أعرف هذه الرائحة وأحبها. نعم، نجم الكلب سيريوس المعروف بألفا كينس ماجر، في موقف فريد بالنسبة للنجم كانوبوس. إنهما في اصطفاف غير مسبوق مع القمر. أيكون لذلك تأثير غريب على الكلاب في هذا الكوكب؟ تؤثر على الكلاب الغبية فقط. الكلب لا يتمتع بالذكاء أبداً، إنه يتأثر بها. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ لازانيا. انظروا جيداً يا رفاق، لن تبقى طويلاً. لا، لا تأكلها. إنها اللازانيا، علي أكلها، هذا ما أتقنه. إن هذه اللازانيا لحفلة عيد ليز، إن لمستها لن أطعمك حتى عيدها التالي. يجب أن يكون هذا معلوماً، أو الذي بعده أو بعده أيضاً. حسناً حسناً، لقد فهمت سيد لطيف. سأتركها لتبرد قليلاً، لا تأكلها فحسب. هيا، أملك إرادة تردعني عن أكل اللازانيا؟ لا أملكها، ألا أملكها؟ ربما لا، لقمة واحدة فقط. حسناً حسناً، يوجد هناك لازانيا واحدة في العالم لن أكلها، يجب أن يحدث ذلك. أوه مرحباً، هل استمتعت بالعظمة أودي؟ حسناً، ستبرد اللازانيا ليلاً. سأقدمها باكراً. رائع، لقد ظننت أن غارفيلد سيلتهم اللازانيا، لكنه ردع نفسه وامتنع عن ذلك. لن آكل اللازانيا، لن آكل اللازانيا، لن آكل اللازانيا. لما لا أقنع نفسي؟ أعترف لتذمري معدتي، أنا لن آكل هذه اللازانيا. ما هذا؟ أودي، هل سمعت شيئاً هنا؟ لا أعرف ما الذي تسبب. اختفت اللازانيا لعشرة أشخاص، يا للهول، أنا أعرف جيداً من قام بأكلها. غارفيلد، ما هي الفكرة؟ غارفيلد، لقد أكلت اللازانيا لعشرة أشخاص. حقاً؟
أنا لا أذكر ذلك. قصدت ما قلته لك غارفيلد، فأنا لن أطعمك مجدداً، واضح؟ عمت مساءً. لكن أنا لم ربما أكلتها. إن الأمر لا يتعلق بالمشي، إنما بالأكل خلال النوم. آسف لأنني أكلتها ولم أعرف. ما كانت لذيذة. لقد قسوت على غارفيلد حين قررت عدم إطعامه مجدداً. سأخبره أنني سأطعمه بعد سنة أو اثنتين. غارفيلد، عدم إطعامك إلى الأبد فترة طويلة ليست فكرة جيدة. غارفيلد، كيف فعلت ذلك؟ غارفيلد، كيف فعلت ذلك؟ لا تقل لي إنك لست الفاعل. إن لم تكن الفاعل فمن هو؟ لعله الجارو. أرجوك لا تلقي اللوم دائماً على أودي المسكين. يعجز أودي عن أمر كهذا. لقد سئمت منك غارفيلد. آمل أنك أحضرت بسكويت الكلاب. حسناً، أين هو؟ ماذا؟ إذاً لم تحضر البسكويت؟ لقد حذرتك. لن تهرب مني بسهولة. حين أهاجمك بمخالبي ستطيع أوامري. أمسكت بك أيها الصغير. كنت أمزح بشأن البسكويت. تناوله كله. تناول حصتي إن أردت. لا أحبه. آمل أن التلفاز شغال. كما كنت أقول للجميع، اصطفاف النجوم الغريب والكسوف قد يحولان الكلب إلى مسخ متوحش. عجباً، أيحدث هذا لأودي؟ بالطبع، يحدث ذلك لكلب غبي جداً. قد يحدث ذلك لأودي. غارفيلد، أنا أدين لك باعتذار. لنبحث عن أودي بسرعة. أنزلني، أنا أشتاه. أشعر بأنني أعرف مكانه. ها أنت هنا. هل أنت بخير أودي؟ علي اصطحابك إلى البروفيسور الوارد في الأخبار. اتصلت بالمحطة وأخذت عنوانه. إنه في سانتوري بوليفارد. ثمة مطعم بيتزا متوفر ليلا في سانتوري بوليفارد. أوه لا، يأمرني الشرطي بركن السيارة جانبا. لما العجلة؟ إنه فعلا سيصدق ذلك. إنه كلبي أيها الشرطي. نعتقد أنه يتحول إلى مسخ ضخم ومجنون. لا صدقني، قال البروفيسور على التلفاز إنه أمر ممكن. إنه يسكن هناك. أخفض الزجاج الآن لأرى الكلب الوحشي. هيا. ذلك الجارو الظريف وحش. غارفيلد، أرأيت ما حدث؟ لا. هذه حالتك الأساسية أودي. على سبيل الحذر لنحضره إلى البروفيسور بأقصى سرعة ممكنة. عذراً لإيقاظك بروفيسور في وقت متأخر، كنا نخشى أن يتحول كلبك إلى وحش بسبب ترتيب القمر والنجوم.
أنا لا أعتقد ذلك، إنه مخلوق غير مؤذ تماماً. رغم أنه يبدو كلباً غبياً. قصدنا البروفيسور بسبب الخبر العاجل، ولكن ماذا لو كان صحيحاً؟ حتى لو كان صحيحاً لا يهم، اصطفاف النجوم الذي تسبب بالتغيير انتهى الآن، ولن يحدث حتى سنة 3459 الثلاثاء. إذن حلت المشكلة، هذا إن كانت موجودة. علي تعامل مع اصطفاف القمر والنجوم قد يسبب كسوفاً يؤثر على الهيررة. الهيررة؟ الهيررة؟ نعم، لا تقلقوا، إن حدث سيؤثر على عدد صغيراً من الهيررة. أي هيررة بروفيسور؟ الهيررة التي تستهلك الكثير من الطعام الإيطالي. سأرى إن كان مطعم البيتزا المتوفر ليلاً مفتوحاً. يوهو. فيرتشوال أوديون. لماذا البرامج المعادة وبرامج واقعية؟ من المؤسف أن يتراجع مستوى البرامج عما كان عليه. غارفيلد، بودي، لا تشاهد التلفاز كثيراً. إنه سيء جداً للعينين. سأدمرك أيها الشرير. أوه. حسناً إذن انتباه أيها الأصدقاء، استخدموا القشدة المخفوقة وإلا ستكون العجينة سميكة. إن حدث وخرج الجدال في منزلكم عن السيطرة فأؤكد لكم أنتم ما نبحث عنه. التعلم ممتع مع روب الدجاجة العملاقة. هيا عنوا معي. ألف باء جيم. كلكم تتكلمون ولا تجيبون مايكل. أخشى أنك صاحب الدماغ الأضعف. ودع. من بين 760 قناة نعتقد أن هناك برنامجاً واحداً رائعاً. القناة 154 فيرتشوال أوديون. إنه فيلم خرافي. أوه، ما هذا؟ مساء الخير يا سادة، أنا البروفيسور بونكرز، أرحب بكم في اختبار فيرتشوال أوديون، اختراع الريادي الذي سيغير البث التلفزيوني إلى الأبد. بفضل المحسن المتطور الذي يصعب عليكم فهمه، سيحضر فيرتشوال أوديون شخصياتكم الجميلة المفضلة إلى غرفة جلوسكم المريحة. قد نحتاج جميعاً إلى نظارات ثلاثية الأبعاد. بالطبع لا. هذه روعته. لا يتطلب فيرتشوال أوديون النظارات ثلاثية الأبعاد. لنبدأ. حسناً، من لم يحلم باستكشاف أعماق المحيط دون أن يتبلل. أنا. أودي، أسرع، أحضر صلصة الطرطار. لا تقلق أودي، إنها خدعة بصرية ليست فعلية. إنها فعلية، إنها حقا فعلية. هل استمتعتم بذلك؟ جيد، هذه البداية. الآن
هل رغبتم في المشاركة ببرنامج مسابقات؟ ما عاصمة قطان؟ من اخترع البنسلين؟ كم عمر شاب؟ أنت صاحب الدماغ الأضعف. وداعاً. الفطيرة الافتراضية لذيذة للجمهور الصغير. ما رأيكم بقصة خرافية؟ أمتأكد من أن الحبة سحرية؟ طبعاً يا فتى، صدقني لن يخيب ظنك. لقد إنها حبة مدهشة. لدي شعور سيء تجاه ذلك أودي. هل اعتقدت أنك تستطيع هزمي أيها السخيف؟ أحب القصص الخرافية. والآن ألا ترى أنني أصور برنامجاً؟ آسف سيدي، لكن ثمة مشكلة في البرنامج. لم تعد شجرة الفاصولياء افتراضية، وتلقت الشبكة اتصالاً من سيدة تطلب أن نبعد القش عن زوجها. يا للهول. بسبب مشاكل غير متوقعة يؤسفني أن أبلغكم أن البرنامج سينتهي بعد 10 ثوانٍ. 10 9. واو، تبدو متينة. صحيح أودي، أذكركم بأن الشبكة ليست مسؤولة عن أي ضرر قد يسببه البرنامج. أحتاج إلى القهوة الآن. ماذا يجري؟ ماذا؟ هذا بكل تأكيد من صنع غارفيلد. غارفيلد، أين أنت موجود الآن؟ أنت هر سيء جدا. أنا هنا داخل التلفاز. غارفيلد، هل أنت تختبئ في مكان ما؟ النجدة. لا إشارة له هنا. شامبو جورج فريكا سيجعل شعركم ناعما وحريريا ولامعا. مياو. وسوف ينظفه جيدا. إعلانات سخيفة. مياو مياو. سأعاقب غارفيلد عقابا شديدا. لا لازانيا لأسبوع واحد، لا بل لسنة. تتكلم ولا تجيب مايكل. أولي، ما المشكلة؟ لا تنبح، إنه برنامج سخيف. غارفيلد، لا أصدق ما تراه عيناي. قل لي ماذا تفعل هناك؟ ها؟ تريد أن أدخل إلى البرنامج؟ حسناً، لنرى. القناة 154. لا، هدف مكروه وعلق غارفيلد في التلفاز. الأمر لا يصدق. سأتصل بالشبكة، هم سيتصرفون. تماسك يا غارفيلد، سأتي. باء مثل بقرة وباب، وميم مثل مفتاح ومرشة، والسين مثل سكوتي أيتها الدجاجة. يجب أن تساعدني حالاً. علق هري في التلفاز بسبب برنامجكم. أوه، خسارة مؤسفة. عليك أن تساعدني على استرجاعه حالاً. سأحضر بأسرع وقت. حافظ على هرك في برنامج آمن وليكن راقياً. إنه في برنامج تربوي يتعلم الأبجدية مع روب الدجاجة الصفراء. لن تنجو بفعلتك دكتور مو. وداعاً عزيزي العميل. غارفيلد، هيا فليبدل أحدكم القناة بسرعة. لا. إنه هنا. إنه هنا. أوه لا، أرسلت غارفيلد إلى فيلم رعب. النجدة. لماذا لا ينجح ذلك؟ أوه لا، وقعت البطاريات حين أسقطتها. أودي، ساعدني في إيجادها حالا. أسرع. ألا سيسيل لعابه علينا. هذه حالة طارئة بالفعل، لا شك في ذلك. آه!
فعاليات جديدة. والآن ضعوا الجبنة في كل طبقة لازانيا، وبعد ذلك أضيفوا الطماطم. مرحبا أيها الهر. إنه البروفيسور بونكرز. أودي، لا تلمس جهاز التحكم، اتفقنا؟ بعد أن جهزت اللازانيا سننتقل إلى تحضير السلطة الرائعة. يامي. هذا الحيوان التهم طبقي الرئيسي. غارفيلد. النجدة. خذ هذا. أسوأ من الكائنات الفضائية. هنا يجب أن يكون هذا آمناً. مدهش. هناك الكثير من أحمر الشفاء. والآن بفضل هذا المستخرج السريع سوف أسحب هرك بسرعة. لا تتحرك لدقيقة أيها الهرة. ليس خياراً مناسباً. رائع رائع رائع. لحسن الحظ غارفيلد، لقد عدت. نعم، وصلت بحالة سليمة. هاي، إلى أين أنت ذاهب؟ لن تذهب إلى أي مكان، أتفهم؟ واضح؟ أوبس، يا للهول، ماذا سأفعل؟ يبدو لي أن المستخرج ترك البوابة مفتوحة. هيا غنوا معي، وإلا سوف أبيض هنا والآن. هيا، هيا. لا أحد يلمس اللازانيا قبل أن أوافق. هيا 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 هيا. بدل التلفاز. أيها الحمقى، العالم ليس جاهزا لتقبل عبقرية. إنه هنا، إنه هنا. هيا غنوا معي، وإلا سوف أبيض هنا والآن. ألم تكتفوا من مشاهدة التلفاز اليوم؟ قريبا سأحصل على شطيرة التونة مع الأعشاب والكرنب. سأعود بعد قليل صديقي. قوة البرق التي تعبر الجسد ستسبب ذلك. اليوم هو عيد أودي. يحضر جون كعكة لكي نفاجئه. سأذهب إلى المطبخ لأتحقق من الوضع.
أوه، وأيضاً لأنني أريد شطيرة التونة مع الأعشاب والكروم. ها هي أداة التجمد، وهذه أدوات التزيين. والآن أعزائي، تجهزوا لكي نبدأ. الآن لتحضير الكعكة اللذيذة، أضيف أولاً كوباً من صودا الخبز، وهذا كوب من صودا الخبز، وثلاث ملاعق من الفانيلا، وثلاث ملاعق من الفانيلا، ونصف كوب من السكر، ونصف كوب من... أوه لا، لقد نفد السكر، نسيت إحضاره من السيارة. غارفيلد بسرعة، أضف المكونات كما يقول الطاهي بينما أذهب إلى السيارة. والآن المكون التالي أعزائي هو كوب من الطحين. جون لا يحضر أبداً كعكة كبيرة ما يكفي، سأضع الكيس كله. وعودين من الخميرة، واثني عشر عوداً من الخميرة، ونصف كوب من الحليب، كل الحليب. سأضيف عدة أمور إلى المسخ ليصبح حيوياً. وبضع قطع من الشوكولاتة، كل الشوكولاتة الموجودة في المنزل. لقد عدت غارفيلد، شكراً لك، سأتولى ذلك. جيد، الطبخ ليس ممتعاً كالأكل. والآن أين وصلنا في الوصفة؟ كوبان من الخل، كوبان من الخل؟ إنه يدرك ما يفعله. كربونات الصوديوم والكبريت، كربونات الصوديوم والكبريت؟ من أين سأحصل؟ أوه، مهلاً، المواد الكيميائية. لا تخف، إنه في الموحوش. أودي، أعجز عن أكل الشطيرة بوجود كلب أمامي. أضيف كلورايد الأمونيوم. كلورايد الأمونيوم؟ هذه أغرب وصفة سمعتها في حياتي. والآن حان الوقت. ضعوا الخليط في مقلاة وضعوه في الفرن. آمل أن يحب أودي كعكته. والآن قوة البرق ستشعل ابتكاري. حتى الآن قوة البرق ما زالت تعمل. اهدأ يا أودي، إنها عاصفة. ما بك؟ لا تقلق رجاءً. أودي، أنت تتصرف كأنك في فيلم الوحوش. بدا ينمو ابتكاري، انه ينبثق. سآخذ قطعة صغيرة، وذلك بحجم البرتقال. انقطعت الكهرباء، لكن سأصل إلى الطعام في الظلام. أي أين الكعكة؟ هل أنتم من سرق كعكة أودي؟ هذه مهمتي، اعترفوا، أنتم سرقتم كعكة أودي. هي لم تنهض وتخرج وحدها. هذا رائع، هذا مذهل، لكنه في المقابل حجم ممتاز للتحلية. هيا اتركيني، ماذا فعلت لك سوى أكل ملايين من أقربائك؟ ابتعدي عني. حسناً، تسببت بذلك لنفسي. غارفيلد. خذيها وهذا. إنها كعكة جميلة. غارفيلد، ما زالت عملاقة. أتأكل الكعكة التي حضرتها؟ إن المسألة معكوسة. إنه نعم، هذه إحداها. اتبع الهر. Ah!
بي، لا أحب رجلاً ينزعيني. شيلا عزيزتي، لم نسيت، لكن ما نفع ذلك؟ قولي لي. ها يا إلهي. كيف حدث ذلك؟ نفذت ما قاله الطاهي في البرنامج. قد يعرف كيف يتصرف. أعزائي، سنتحقق من الكعكة بعد الإعلان، انتظرونا. أوقفنا التصوير، لكن نعود بعد 30 ثانية. سيد هوتشكس، أتستمتع بالبرنامج اليوم؟ البرنامج ممل، من يشاهد الناس يطبخون؟ أحاول أن أجعله ملفتاً، حضرت البارحة السكالوبيني بالعاجل، كان رائعاً. السكالوبيني ممل جداً، سألغي برنامجك في الحال. لا لا، أرجوك لا تلغي، أرجوك سيد هوتشكس، الطهو هو شغفي. بعد أن تنهي الحلقة خذ ملعقتك واخرج. نعود من الإعلان بعد 10 ثوان. إيدي كارفيل بوبي. لنذهب إلى الفرن ونتحقق من الكعكة. أنا الاستديو. عرفت أنني وضعت الكثير من الصودا. ليوقفها أحد ما. لا بد من أن هذا الشخص هو أنا. سأوقفها. لن يكون أمراً ممتعاً، لكن سأضحي. سآكلها. هاي، أيمكنني الحصول على 500 جالون من القشطة؟ توقفي، كنت أمزح بشأن أكلك. أتبع برنامج تغذية بلا كعكة. هذا رهيب، هذا مرعب. رائع فعلا، هذا ما احتاج إليه برنامجك إيدي. سأجدد برنامجك لموسم آخر. شكرا جزيلا لك. هاي أيتها الكعكة، انظري إلي لحظة. أمسكي هذا. يجب أن أنزل عن المجس بسرعة. آه.
غارفيلد، لقد نجحت. لقد رأينا آخر مشاهد الوحش الرهيب. لا، أظن أنه خلال 10 دقائق سوف تمطر كعكان. عيد ميلاد سعيد.